جاهزين كده يا أستاذ إبراهيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا طبعا أنا يعني الكلام ده مين لي يا جماعة؟ عشان الجماعة بتوع الماجستير بنكلمهم في حاجات بيزك خالص، دي بس حاجات براكتيكال بوينتس كده من المحاضرات اللي احنا قلناها، حابب بس ان انا الفت نظركم ليها. هو طبعا انا ما غطيتش الكوريكولوم كله بتاع التشيست، ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي ان شاء الله هيبقى معانا الدكتوره يسرية صبري استاذ الاشعه في القصر العيني. طبعا هي طبعا ده الانترست بتاعها الجزء بتاع التشيست، وهي هتبقى معاكم كل طول اليوم في يعني مالتيبل ليكتشرز، وان شاء الله تعمل برضو انذر فول ريفيجن لكل الموضوعات بتاع التشيست. انا هتكلم بس على حاجات معينه كده. ناخد بالنا بس يا شباب لما نيجي نعمل اسسمنت التشيست ما تبصش للصوره بتاع التشيست بشكل عشوائي، بص للصوره بتاع اللنج الاول، بص على اللنج، بعد كده بص على الميديستينم، وبعد كده اخرج بره على التشيست وول اللي هو عباره عن العظم والسوفت تيشو وهكذا. وطبعا من الحاجات المهمه اللي احنا بنبص عليها طبعا البلوره، والبلوره انت بتدور عليها في الكوست اوف رينيك ريسيسز او في اماكن الفيشرز، دي اللي هو الحاجات البيزك وانت بتبص على فيلم التشيست اكس راي. لما تيجي تبص على اللنج قسمها زون اللي هو فوق الريب رقم 2 الانتيريور، دي الابر زون، يعني قارن الزون ده بالزون اللي في الناحيه الشمال، عشان الحاجات دي هي اللي بتخليك تلقط الليجنز. لو انت بتبص على الصوره بشكل عشوائي ممكن في حاجات تعدي عليك. الميدل زون بين 2 و4، اللور زون من الفورس ريب انتيرور لغايه تحت لغايه طبعا الدافره. دي الطريقه البسيطه خالص اللي انت عشان ما فيش حاجه في اللنج تروح منك. يعني تو كومبير. الحاجة الثانية بص على الميديستينم، بعد كده بص على مكان البلورة، ما لقيتش حاجة في التشيست خالص هنقول بقى دلوقتي هتعمل ايه. احنا عارفين ان احنا عندنا 4 هيدن ارياز في التشيست مش متعودين دايما ان احنا نبص عليهم، اول حاجة الهايلم، تاني حاجة اللنج ايبكس، تالت حاجة الدافرام، رابع حاجة الريترو كاردياك سبيس. ناخد بالنا من الاماكن دول يا شباب، لما انت تلاقي صوره تشيست كومبليتلي نورمال قدامك وانت ما انتش واخد بالك وحد حاطط لك صوره، او انت عود نفسك ان انت تبص لها بهذا الشكل، دايما بص على الاربعه هيدن ارياز دول، لان دول فيهم باثولوجي مهم جدا هنعلق عليه دلوقتي. طبعا انت عندك هنا في الهايلم اكبر باثولوجي ممكن يمس منك السنترال برونكوجينيك كارسينوما، هنا في الايبكس البانكوست تيومر ممكن يمس منك، في الدافرام ممكن ما تشوفش نيوموبريتونيوم لو انت مش متعود ان انت تبص على الكلام ده، ودي حاجه خطيره جدا. الريترو كاردياك سبيس معظم الحاجات اللي في البوستيور ميدياستينم مش هتاخد بالك منها. طيب احنا عملنا تشيست اكس راي وانت شايفها نورمال، دي من الحاجات اللي احنا قلنا عليها من شويه، بص على اللنج ايبكس. لو انت بتقارن الامور ببعضها زي ما قلت لك، ادي الايبكس هنا وادي الايبكس الناحيه دي، دي كومبليتلي نورمال فيها هواء، دي فيها مشكله. لما انت تلاقي فيه يعني ايبيكال بلورال سيكنج موجود على ناحيه، اوعى تطنشه، ما دام هو يوني لاترال ما تطنشوش خالص. بعد كده انت ممكن تعمل هارد فيلم عشان تشوف العظم ده فيه مشكله ولا لا، ولو فيه داوت ممكن تعمل سي تي كمان. ده حاجه مهمه جدا، زي الصوره اللي انتم شايفينها دي. فطلعت في النهايه ان هي دي صوره ثانيه يعني، دي لكن دي في النهايه طلعت بانكوست تيومر. البانكوست تيومر ده بنسميه سوبيريور سالكا، ده السوبيريور او ده بتطلع من السوبيريور سالكاس، ده طبعا جروف معمول بالسبكليفيان ارتري ويبقى فيها ديستراكشن للريبس مينلي اللي هو الايه الفيرست ريب.
ده طبعا في السي تي بيبين لك الامور دي كلير، ويبين لك البوني تشينجز، وان دي اللي انت كنت شايفها بلورال ثيكنينج ده عباره عن سوفت تيشو ماس. احسن حاجه طبعا شوف بيها اللانج ايبكس لما يبقى عندك سسبشن للكلام ده، الرنين مش السي تي، الرنين عشان ان انت تشوف الانفيجن فور بريكيس البليكسس فيسلز، والتشست والانفيجن دي الحاجه المهمه جدا للرنين. يعني لما يبقى عندك التو اوبشنز لا جو هيد على الرنين على طول. لما انت تشوف في البرين اكس راي ان في ايروزف تشينجز في العظم، وانت بقى عندك سسبشن ان ده بانكوس، اعمل رنين احسن. الحاجه الثانيه اللي احنا بنقول تبص عليها ان انت تبص على الثوراسيك كيج، واهم حاجه في الثوراسيك كيج الريبس. خلي بالك من الكلام ده مهم جدا، لان ده بيبقى كلو لحاجات كتيره جدا، من ضمنهم زي ما احنا قلنا في موضوع الهارت لما بيبقى فيه انفير ريب نوتشنج يخليك تاخد بالك ان فيه كواركتيشن، في حاجه بوني تشينجز تحصل زي ديسبليزيا وغيره. وخلي بالك ان انت تبقى عارف ازاي تعد الريبس، عشان اما يبقى في ريب معين وحد يقول لك ده رقم كام ما ما ما, ما تتلخبطش. يعني انت دول اللي قدام دول الانتيرور ريبس يا شباب، ده الانتيرور، واللي انت شايفهم كلير دول البوستيرور. طبعا البوستيرور بيكملوا تحت كده لغايه مثلا 9 ريب، لكن الانتيرور اللي هو ده ممكن يبقى لغايه يعني ده 7 ريب في البي اي لغايه ال 9 ريب، ده طبعا ايه بيبقى نورمال. فمن فضلك بص على الريبس، دي من الحاجات اللي هو اللي احنا مش متعودين نبص عليه. لما تلاقي صوره نورمال قدامك بص على السباين، مهم جدا بص على السباين، عشان وخصوصا في الريتروكاردياك اريا لو في بارا سباينال سوفت تيشو كومبوننت، ممكن ده يكون بتاع بوتس، ممكن يكون حاجه نيوروجينيك تيومرز، ممكن يعني كل الكلام ده من الحاجات المهمه. طبعا دي السوفت تيشو مثلا اللي هي النيوروجينيك تيومر دي واضحه، لكن انا مش بتكلم على دي، لا ده انت ممكن تشوف دي هيدن في الريتروكاردياك ريجون وانت ما تاخدش بالك منها. من الحاجات برضو اللي تاخد بالك منها في السباين لما يبقى فيه سكوليوزس كده، اما تلاقي فيه سكوليوزس ما تحكمش قوي على اللانجز وكل حاجه فيها وكل اوباست فيها تطلعها انها باثولوجي، لان السكوليوزس بيعمل سوبر امبوزيشن لللانج تيشوز، فبتبقى الامور متداخله عليك. فلو سمحت حسس في الكلام بتاعك وانت بتتكلم على تشيست فيلم في يعني ديفورميتي في السباين. الحاجات برضو اللي ليها علاقه بالسباين اللي تبص عليها الثوراسيك او الدورسال سباين، البياض بتاعها من فوق زايد والسواد بتاعها تحت زايد، هنا لان في سوفت تيشو ستراكشرز سوبر امبوزد على اللانج خلاص، لكن تحت هنا ما فيش غير اللانج بس، فعشان كده اللانج دي فيها هواء هتلاقي فيها سواد. لو انت لقيت السواد اللي انت شايفه على السباين ده المفروض نورمالي، طول ما انت نازل كده تلاقي ده السواد ده بيزيد. لو لقيت جزء ابيض هنا اعرف ان ده باثولوجي موجود خلاص. دي من الحاجات المهمه في اللاترال فيو تبص عليها. من ضمن الحاجات اللي تبص عليها في الثوراسيك كيج مش السباين بس ومش العظم بس الريبس، لا اخرج بص بره بص ممكن يبقى فيه الجوينتس دول ممكن فيهم حاجه، ده سبرينج شولدر زي اللي انت شايفه ده ماشي، اي ديفورميتي، اي اوستو ارثريتيك تشينجز، اي حاجه ليجنز، اي حاجه في العظم متعلق عليها. من الحاجات الهيدن ارياز برضو اللي ناخد بالنا منها الدافرام، تاخد بالك من الكلام ده كويس جدا، تبص تحت عشان لا يبقى فيه نيوموثوراكس وانت تمس حاجه زي كده. واعرف ان الاستومك في تحت الليفت كوبلا دايركت، عشان لما تلاقي مسافه بينها وبين الليفت كوبلا تعرف ان في هنا سب هارمونيك افيوجن، واحنا قلنا المسافه دي لو زادت عن 2 سم تعرف ان في حاجه هنا بين الاستومك اللي المفروض جاستريك اير بابل والليفت كوبلا بتاع الدايفرام.
المكان ده اللي هو بين الهارت وبين الكوبلا ده بنسميه الكارديوفرينيك انجل. احنا بنقول بس شويه معلومات على الماشي كده عشان لما يجي مكانهم في الكلام تبقى انت عارف الكلام ده عباره عن ايه. لما انت تشوف صوره برضو ليها علاقه بالدافرام في اللاترال تشيست اكس راي وحد يسالك هو فين الكوبلا اليمين وفين الكوبلا الشمال، ما هما الاثنين سوبر امبوزد على بعض، الشمال هي مش مكمله قدام عشان الهارت خلاص، لكن اليمين اللي انت قادر تاخد قلم كده وتمشي بيها لغايه الانتيريور تشيست وول قدام. اوكي كده يا شباب، يبقى اللي هي الانتربتد خلاص اللي هي مش مكمله مع الدافرام، يعني دي يا شباب اهو انت قادر ترسمها اهي خلاص لغايه اخرها، اللي انت قادر ترسمها لغايه اخرها دي الرايت، اللي تتوه منك تحت الهارت كده دي الليفت كوبلا. ماشي، عشان فيه ناس بتسال في الحاجات دي. من ضمن الحاجات اللي انت تحاول تبص عليها السوفت تيشوز، والسوفت تيشوز طبعا احنا بنتكلم عن ماسلز والفات والكلام ده، لكن مهم قوي تبص على البريست، والبريست من الحاجات المهمه زي ما انت شايف كده، لما يبقى فيه اسيمتري او تلاقي بريست شادو اصغر من الثاني او حاجه بهذا الشكل ما تندفعش وتعلق على اللانج ان فيها اي مشكله، يعني انت عندك البريست شادو ده كويس وعندك ده يعني في سنه اسيمتري او فيظهر لك كان في هنا باثولوجي وهنا ما فيش حاجه، او تروح انت بقى يعني برضو تعمل مشكله اكبر وتقول ده فيه رايت ماستكتومي. ننبه يا جماعه الكلمه دي ما تكتبهاش في التقرير الا لما العيانه نفسها هي تقول لك ده انا عامله ده انا شايله الناحيه اليمين خلاص، غير كده اوعى تكتب الكلام ده في الريبورت بيزد على صوره تشست اكس راي قدامك وانت تفتي في الـ في الـ في البريست شادو، لان ممكن يبقى البريست شادو فيري سمول ومش باين معاك اساسا، يعني ابعد عن القصه دي. طبعا النيبلز ممكن يبانوا لك كشادوز كده جايين سوبر امبوز على اللور لانج فيلز، وساعات يعني لما يبقوا هم ظاهرين في الفيلم ناس يفتكروهم انهم حاجه، يعني ان دول باثولوجي او ان دول بالمونري نيديولز، خد بالك ان هم الاثنين بيبقوا فينت وهم الاثنين تقريبا ات ذا سيم ليفل وهم الاثنين تقريبا في نفس الحجم، ولو انت محتار ولو انت يعني ما فيش تو بالمونري نيديولز زي وزي بعض في قصاد بعض وبنفس الشكل وبنفس الحجم، لو انت محتار قوي حط ماركر على النيبل وخد صورة تانية، يعني بس عشان ايه تو كونفيرم الكلام. زي الصورة اللي قدامك دي، يعني دي صورة سبوت نزلناها قبل كده، دول طبعا التو شادوز دول النيبلز بتوع البريست عاديين خالص ما فيش فيهم اي حاجة، طبق عليهم القاعدة اللي انا قلتها لك هتلاقيها موجودة. من ضمن الحاجات برضو التكنيكال او البراكتيكال اللي احنا عايزينكم تبقوا عارفينها، لما يبقى فيه فورين بادي انهاليشن، معظم الفورين بادي يا جماعه بتبقى راديو لوسنت ومش هتبان معاك في التشيست اكس راي، انت هتشوف اثارها بس. اثر الحاجه دي اللي هو الطفل بلعها، اول حاجه طبعا في حاجه كلينيكال، حاجه كلينيكال الطفل ده اولا ابوه جايبه بيديك هيستوري، تاني حاجة في هيستوري اوف شوكينج ولازم تحترم الهيستوري ده كويس قوي. الحاجة اللي بعد كده لما انت تشوف اللنج، ما هو الفورين بادي ده عمل ايه؟ وقف في برونكاس يا اما قفلها تماما فعملك لنج لابس، يا اما فيه عامل زي فالف لايك ميكانيزم، يعني هو قافل برونكاس هوا يدخل وما يعرفش يخرج فهيعمل اير ترابنج زي اللي انت شايفه ده. خلاص فخلي بالك لما انت تلاقي لانج منفوخه شويه بهواء اكتر من الثانيه في هيستوري بتاع الكلام ده، دي من الحاجات السسبيشس فيتشرز. وطبعا يعني ممكن انت تعمل انسبيراتوري واكسبيراتوري فيلم، ولو عملت اكسبيراتوري فيلم هتلاقي النفخه والسواد ده اللي موجود في اللانج زاد عن الاول. ماشي، بس خلي بالك ان في يعني ايه ان انت مش شرط ان انت تشوف الفورين بادي. لو انت شكيت في الكلام ده اعمل سي تي على طول،
يعني طبعا هي يعني حتى لو هو لو حاجه راديو لوسنت برضو هتشوفها في جوه في اليومن بتاع البرونكيال تري، وطبعا ممكن يعمل برونكوسكوب. لو حاجه راديو اوبيك زي دي كده هتبقى واضحه، يعني دي راديو اوبيك وقافله ليفت مين برونكاس وفي هنا لان كولابس. خلي بالك موضوع تاني احنا بننقل عليه، البلورال افيوجن. عشان تقول كلمه افيوجن في التشيست اكس راي لازم الفلويد يكون رايزنج تو ذا اكزيلا بالمنظر ده، لما تلاقيه ستريت اعرف ان ده ما هواش افيوجن خلاص، لان هو ده الكونفيجريشن بتاع الكوست اوف رينيك ريسيس، هو شكلها كده، فهو طبعا الافيوجن بياخد نفس الشكل بتاعه. الحاجة التانية تبقى أنت عارف إن التشيست بي إي عشان الإفيوجن، يعني يحصل أوبليتريشن للكوست أوف رينيك أنجلز دول، لازم على الأقل يبقى فيه حوالي 200 سي سي، مفيش بلورال إفيوجن. خلاص في حاجات تانية ممكن تبين البلورال إفيوجن احسن من البلينكس راي، واحنا عارفين طبعا السي تي رقم واحد لو فيه 5 مللي هيبانوا فيه، يليه الالترا ساوند، يليه اللاترال ديكيوبتس اللي تشيس اكس راي وذ لاترال ديكيوبتس، يليه اللاترال فيلم اللي انت شايفه ده، لان البوستيريور كوست اوف رينيك ريسيس مور ديب عن الانتيريور، فاي شويه فلويد فيها هيبانوا خلاص. واخر حاجه اللي هو الايه التشيست بي اي اللي انت شايفه ده ماشي. ده دول هم كده بالايه بالترتيب يا شباب. لما انت تلاقي اوبيك هيميثوركس بالمنظر ده كده، واحد الديفرنشال دايجنوستس في الاوبيك هيميثوركس هو الماسيف بلورال كوليكشن، المفروض ده لو بلورال كوليكشن يعمل ميدياستاينال شيفت على الناحيه الثانيه زي ما انت شايف كده. طيب لو هو ما عملش ميدياستاينال شيفت، يعني في اوبيك هيميثوركس وما فيش حاجه مزقوقه، وستيل انت في سسبشن ان في بلورال كولكشن، في الحاله دي لازم تعرف ان حصل توتال اندرلاينج توتال لان كولابس، لان هو الافيوجن عمل ايه عشان يعمل كونترا لاترال ميدياستاينال شيفت، بيزق اللانج وبيزق الهارت الناحيه الثانيه. طيب هي اللانج اللي تحت اوريدي كولابست خلاص، هو خد راحته. فلو الكلام ده في الجماعه الاولد ايج مينلي لازم تعمل سي تي، وانت في كل الاحوال السبيتر تعمل سي تي عشان تو اكسكلود السنترال برونكوجينيك كارسينوما، تكون هي اللي عامله اندرلاينج لانج كولابس. حتى لو الاوبيك هيميثوركس بالمنظر ده وعامل ميدياستاينال شيفت بسيط لا يتناسب مع الاوبيك هيميثوركس ده، يعني المفروض ده يزق الهارت الناحيه دي كده خلاص، لا ده زقه على استحياء كده، برضه نشك ان في حاجه اندرلاينج باثولوجي موجود في الايه في اللنج. بالنسبه تبقى انت عارف ان السونار ليه دور كبير جدا في موضوع البلورال كوليكشن، يقدر يقول لك في كوليكشن ولا لا، يقدر يقول لك يسسبكت النيتشر اوف بلورال افيوجن، يقول لك ده غالبا ترانسوديت، ده اكسوديت، ده ممكن يكون بس، ده ممكن يكون كذا، ده ممكن يكون هيموريج. ثالث حاجه يقول لك ده فري ولا انسيستد، يقول لك الاماونت بتاعته، واخر حاجه ان هو يبقى جايدد في الايه في الصوره سينتيسيس كحاجه انترفنشن. لما تيجي تعمل صوره سينتيسيس تقعد العيان بالمنظر ده، وبعدين وانت بتحط النيدل او التب بتاع الكانيولا اللي انت بتشتغل بيها حطها فوق الرب، ما تحطهاش تحت الرب، عشان هنا فيه نيورو فاسكولار باندلز هنا، فانت هتعور الكلام ده كله لو انت دخلت من تحت الرب. تدخل دايركت وانت بتحس، انت طبعا بتدخل في الانتركوستال سبيس، فوانت بتحس كده ده رب اهو خلاص، انا بحط النيدل فوق مش تحتي ماشي يا شباب. وبعد طبعا بعد ما بتخلص الصوره سنتير بتعمل فولو. انا طبعا مش بشرح التكنيك، انا بقول لكم على حاجات يعني براكتيكال بس ان احنا ناخد بالنا منها. طبعا بنعمل تشيست اكس راي بعد البروسيدر
جري عشان نشوف حصل ككومبليكيشن. دكتور هاني بيه كان بيتكلم عليه، تاخد بالك من الكلام ده، مش مسموح ان انت تغلط في الكلام ده خالص. انت كراجل بتاع ماجستير او بيجينر في الاشعه، مش مسموح ان انت تغلط في الكلام ده. النيوموثوراكس انت هتاخد بالك منه لما يبقى عينك دايما، انت متعود ان انت تشوف اللانج بريفري، معود نفسك انت على كده. الحاجه اللي هتخليك تلقط النيوموثوراكس هو المنظر اللي انا بوريه لك. صوره، انتوا عارفين يا جماعه ان الهواء النيوموثوراكس يعني هواء بين الفيسرال والبرايتال بلورا اللي هو الخط. لا ده هجيب لك صوره تانيه ليه، اهو شايف الخط ده على اللنج، ده الفيسرال بلورا. والبرايتال بلورا طبعا احنا ما بنشوفهاش، البرايتال ده تاكد لك ان يعني الحاجه اللي تقول لك ديفينيت ان ده هوا، هو ان انت تشوف الفيسرال بلورا الوايت لاين اللي انت شايفه، اوت لايننج اللانج ده. وطبعا هنا ما فيش فيسر، الحاجات اللي احنا متعودين عليها. فمن فضلك ما تغلطش في النيوموثوراكس خالص. تاني حاجه، لما انت تشوف حاله نيوموثوراكس وتلس زي الصوره اللي الدكتور هاني بيه وريها لك من شويه، لما قال ان في شويه حاجه هنا تخلينا نشك ان في فيوجن، ما تقولش على ده هيدرونيوموثوراكس. دول الشويه الفيوجن اللي هم نورمالي موجودين في البلورال سبيس. فلما حصل الكلام ده راحوا نازلين في الديبندنت بارت بتاع الكوست اوف انترست، فواقفين هنا. فاحنا بنقول ان ده جاست نيوموثوراكس فقط، ما نقولش هايدرو نيوموثوراكس. النيوموثوراكس دايما بتشوفه لما انت بتشوفه اللي هو البرايمري السبونتينيوس، واحد ما عندوش حاجه، اللانج بتاعته نورمال وهو ما بيشتكيش من اي حاجه. وده بيحصل في الادلتس، في الشباب بالذات تلاقيه جاي لك باكيوت تشيست بين. اوعى تمثل الكلام ده، ده بيبقى هو التيبيكال الكلينيكال كده. تحط في دماغك ان ده ممكن يكون نيوموثوراكس، تبص على اصغر على اقل حته، لان بيبقى السبب الرئيسي هو رابشر لسب بلورال بليب، حته بتاعه هوا فسفوسه صغيره كده تروح مفرقعه وهي اللي تعمل الحكايه دي. وطبعا بتبقى دايما ابيكال. ماشي يا شباب. السكندري نيوموثوراكس اللي هو السبونتينيوس ده بيبقى نتيجه مشكله موجوده في اللنج. اي مشكله في اللنج معبيه هواء وممكن تفرقع ممكن تعمل لنا نيوموثوراكس زي ده، زي حالات اللي هو الامفيزيم تاسبولي اللي هي دي وتفرقع في البلورال سبيس. طيب لما يبقى فيه لارج نيوموثوراكس زي اللي انت شايفه ده، هيفعص اللنج، هيحصل فيها باسيف لنج كولابس. اللنج هتلاقيها كده حاجه مبططه، حاجه بيضه وسكواش ده اجينست الميدياستينم زي ما انت شايف كده بالمنظر اللي انت ايه الواضح. عشان ما تشوفهاش تفضل تقول ده دي ماس ودي كذا ودي كذا، وتنسى تماما ان فيه هواء موجود هنا وهي ما راحتش الناحيه الثانيه، عشان يعني ما حصلش كونترا لاترال ميدياستينال شيفت، عشان دي حصل فيها توتال لان كولابس. شايف الجيت بلاك لوسنسي الموجود في التشيست عامل ازاي؟ كلها مليانه هواء. الحاجه اللي بعد كده في النيوموثوراكس، تاخد بالك لما يحصل تنشن نيوموثوراكس ده كلينيكال دايجنوزس، بس احنا عندنا في الاشعه في حاجات بتخليك تبقى سسبيشس فيه. اهم حاجه فيها هم ثلاث حاجات، ان انت تلاقي الترانس راديانت هيموثوراكس، تلاقي الهيموثوراكس كله سود كده، وتاني حاجه حصل ميدياستينال شيفت، واهم واحده فيهم ان يحصل ديبريشن للدافرام للكوبيلا الموجوده على نفس الناحيه، يحصل لها ايه ابسي لاترال ديبريشن زي ما انت شايفها كده نازله عن الناحيه الثانيه. لما تشوف الكلام ده، دي طبعا امرجنسي، ده عيان ما يتسابش، ومش مسموح لك ان انت تغلط في حاجه زي كده، ومش مسموح لك ان في حاجه زي كده تعدي عليك. العيانين اللي في الاي سي يو اللي عندهم نيوموثوراكس بيتصوروا سوباين، في السوباين بوزيشن، فطبعا بيجي لك الفيلم في السوباين بوزيشن، سعادتك بتبقى شايف
زي ما الدكتورة عزة تفضلت من شوية وقالت حاجة مهمة جدا، ان انت تلاقي ديبريشن خلاص لل او الكوستوفرينيك انجل دي بقت ديب عن الناحية التانية، هي نزلت كده ليه؟ تاني حاجة تلاقي البوردرز بتاع المديستاينم في نفس الناحية بقوا شارب، يعني شايف هنا الليفت كاردياك بوردر كلير قوي عن الرايت وعن الناحية التانية، وطبعا هنا الديب كوستوفرينيك انجل. خلاص خلي بالك انا بكلمك في الحاجات البيزك عشان يعني الكلام ده ما يعديش عليك يعني بالاحتياطات بتاعته، يعني دي طبعا الفيسرال بلورة يا جماعة اللي احنا قلنا عليه. طيب وده طبعا اللي هو تنشن نيوموثوركس عامل ديبريشن للديافرام وعامل كونترا لاترال ميدياستينال شيفت، واللنج كلها سودة زي ما انت شايف كده. ساعات النيوموثوركس يتلخبط في الاسكابولا، والاسكابولا سيادتك تشوفها لما تصور العيان سوباين، لما تصور العيان سوباين هتلاقي الميديال مارجن بتاع الاسكابولا جه جوه كده، بس جه تلاقيه كونفكس لجوه لناحيه الداخل، لكن الوايت بلورال لاين بتاع النيوموثوركس تلاقي الكونفكسيتي بتاعته لبره، يعني ده نيوموثوركس وده الفيسرال بلورا. انت بقى سيادتك هتشوف المارجن بتاع الاسكابولا ده تفتكره ان ده فيسرال بلورا، لا خلي بالك ده لجوه، ده حاجه تاني حاجه هتلاقي فيه بلاد فيسلز هنا. ماشي طيب الكلام ده برضو في الاطفال الصغيرين، ده نيوموثوركس اهو في الاطفال الصغيرين، ساعات تشوف سكين فولز بالمنظر ده كده تفتكر ان اللي براه ده نيوموثوركس، لا بص هتلاقي فيه بلاد فيسلز بره الايه الفولد اللي انت شايفه ده. برضو بعد كده ممكن تتلخبط في النيوموثوركس والانفيزيمتا سبولا، يعني الانفيزيمتا سبولا دي بتبقى راوندد ومينلي بتبقى سب بلورال ومعاها الفيتشرز بتاع الانفيزيما، يعني سيمبلي يعني عشان ما تتوهش نفسك. من ضمن الكومبليكيشنز بتاع النيوموثوركس يحصل هايدرو نيوموثوركس نتيجه رابشر البلورال اديشنز او ديفلوبمنت للبرونكو بلورال فيستولا. انا يهمني البرونكو بلورال فيستولا، برونكو بلورال فيستولا يعني حصل كوميونيكيشن بين البلورال سبيس وبين الاير واي هو اللي فتح. لما انت تلاقي البلورة فيها هواء، ما هو الهواء ده جالها منين؟ يا جالها من بره يا جالها من جوه. هو ايه اللي جوه فيه الهواء؟ البرونكيال تري. ايه تاني اللي ممكن يجيب هواء من جوه؟ الاسوفجس، لما يبقى فيه مشكله ويرابشر ويبقى فيه هواء ويخرج على البرونكيال تري يحصل كوميونيكيشن مع البلورال سبيس. طيب البرونكو بلورال فيستولا اكتر حاجه بنشوفها في العيانين اللي هم البوست اوبراتيف اللي عاملين لوبيكتومي او عاملين لونج ريسكشن، ده الحاجه الاساسيه اللي انت هتشوف فيها البرونكو بلورال فيستولا. تاني حاجه في النكروتايزنج انفكشن، العيانين اللي عندهم برولونجد انفكشن وعمال ياخد علاج بقاله 6 شهور ومش عارف ايه وايه وايه، وفجاه تلاقي ظهر عندك كان زي هايدرونيوموثوركس اللي انت شايفه ده، لازم تحط البوسيبيليتي دي، لازم تشك ان ده حصل كوميونيكيشن مع البرونكيال تري. اللي هيخليك تشك بقى الكلام ده في الحاجات دي ان انت عمال تعمل اول حاجه عيان عامل عمليه، تاني حاجه لو عيان انت عمال تعمل له فولو اب مثلا لانفكشن او حاجه وفجاه لقيت ظهر عندك اير فلويد ليفل اللي انت شايفه ده. بوست اوبراتيف اللي يخليك تشك بوست نيومونيكتومي ان ده حصل برونكو بلورال فيستولا، ان يحصل لما انت تعمل سيريال فولو اب، يعني يوم بعد يوم تعمل فيلم تشيست بالمنظر ده تلاقي الهواء بيزيد والفلويد بيقل، يعني معنى كده ايه؟ معنى كده ان البلورال سبيس عمال يدخل له هواء من الايه البرونكو بلورال فيستولا. طيب من الحاجات اللي ناخد بالنا منها برضو ليها علاقه بالبلورا، لما تلاقي بلورال كالسيفيكيشن، لما تلاقي بلورال كالسيفيكيشن بالمنظر ده في اسباب كتير ليه، اهم واحد فيه اللي احنا مش عايزينك تنساه الاسبستوس انهاليشن، السيليكوزس والامبايما وكل الحاجات دي والميزوثيليوما، ده من يعني خلينا بس في ده لان ده من الحاجات البريسبوزنج او 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 البريسيبيتيتنج فاكتورز للايه للميزوثيليوما، فما ننساش الكلام ده يا جماعه اللي هو الحاجات اللي هي الايه المارجنال، وطبعا كل الايه الحاجات اللي احنا شايفينها دي.
الميزوثيليوما يا شباب، عشان برضو احنا ميزوثيليوما يعني ايه؟ ده مالجنسي في البلورة، هتلاقي فيه بلورة نوديولار بلورال ثيكنينج. بس خلي بالك، ما هو ده عمل نوديولار بلورال ثيكنينج انفلتريشن بمالجنانت ماسز. ايه اللي حصل؟ هل البلورة دي ستيل فانكشنينج ويل؟ لا، فانت لازم هتلاقي حصل كونتراكشن في الهيموثوراكس، وده من الحاجات المهمة جدا. تقوم سيادتك تشوف المنظر اللي احنا شايفينه ده في البلين اكس راي، تلاقي فيه ريدكشن للهيميثوراكس، وده من الحاجات المهم جدا، بلس الايه النوديولار بلورال ثيكنينج اللي انت شايفه. ماشي يا شباب اهو، وساعات نلاقي شويه بلورال افيوجن وهكذا. لما نعمل سي تي نشوف الكلام ده فيري كلير. شايفين الرايت هيميثوراكس عامله ازاي؟ ما فيش فيها حاجه. شايفين دي قد ايه؟ في ريديوس هيميثوراكس هنا، بلس ان في طبعا النوديولار بلورال ثيكنينج اللي احنا شايفينه. من الحاجات المهمه جدا ان احنا نقول حصل انفيجن للحاجات الميدياستينال ستراكشرز ولا لا، والبلاد فيسلز دي ولا لا. ماشي، عشان دي من الحاجات الايه اللي هو البري اوبراتيف اسسمنت. لما تلاقي برضو الكلام ده، احنا لسه قايلين من شويه ان الاسبستوس انهاليشن من الحاجات البريسبوزنج اللي بيعمل بلورال كالسيفيكيشن. فمن الحاجات المهمه في الـ في الـ في الميزوثيليوما، بص على الكلام ده اهو، في كالسيفيكيشن اهو مكان، يعني تعرف ان العين ده كل ده ككومبليكيشن لايه؟ لاسبستوس انهاليشن. احنا دي صوره هي يا شباب، بنقول دي ميزوثيليوما، بلورال ميزوثيليوما، وعامله انفيجن ولا لا ولا ايه بالظبط؟ لو انت شفت اللانج فوليوم ده هتلاقيه زي هنا بالظبط، خلاص. لكن كل اللي انت شايفه ده بلورال ثيكنينج وسوفت تيشو ستراكشرز، لكن ما نقدرش نقول عليها لان ما فيش فيها حاجه من الدياجنوستيك فيتشرز بتاع المالجنت الميزوثيليوما. الموضوع اللي بعد كده الميدياستينال ماسز. ميدياستينال ماسز، لما انت بتشك ان في اي ماس ليجن عندك، بتبقى انت عايز تجاوب على ثلاث اسئله. السؤال الاولاني هو اللي انا شايفها دي حاجه في اللنج ولا حاجه في الميدياستينم الاوباست دي؟ تاني حاجه هي في اني كومبارتمنت؟ ثالث حاجه هي ايه؟ نوعها ايه؟ طيب نجاوب على السؤال الاولاني، هي دي بالمونري ولا دي ميدياستينال؟ الميدياستينال ماس، ميدياستينم يعني ايه؟ يعني اسمه المنصف الصدري، يعني حاجه طالعه في النص كده، يعني حاجه سنترال، ده رقم واحد. رقم اثنين ان هو عامل اوبتيوز انجل مع اللنج، دي اللنج وادي الماسه هي، وهو عامل اوبتيوز انجل معاه، خلاص. رقم ثلاثه ميرجنج مع الميدياستينال ستراكشر، او طالع من الميدياستينال ستراكشر، انت عارف يعني، انت عارف ان الثوراسيك اورتا ميدياستينال ستراكشر، لقيت انيوريزم طالع منه، خلاص يبقى هو ده ميدياستينال ماس. لكن البالمونري تلاقيها عامله اكيوت انجل مع الايه اللنج، زي ما انت شايف كده، لو خدت خط كده هتلاقي في اكيوت انجل بين الماس دي وبين اللنج. اوكي، طيب السؤال الثاني، هي في اني كومبارتمنت؟ في الانتيرو ولا في الميدل ولا في البوستيرور؟ في كذا حاجه، حاجه فوق في التشست فوق اسمها سيرفايكو ثوراسيك ساين، وحاجه في التشست تحت اسمها سوراكو ابدومينال ساين، وحاجه في النص اسمها هايلم اوفرلي ساين، وحاجه في الميد لاين اسمها بارا تراكيال سترايب، وحاجه ثانيه اسمها بارا سباينال سترايب. يعني ايه سيرفايكو ثوراسيك ساين؟ يعني حاجه المشتركه بين النيك او السيرفايكال ريجون والثوراس. خلي بالك ان الانتيريور ميدياستينم يا جماعه منتهي تحت الكلافيكل، زي ما انت شايفه كده، يعني ده منظر اللنج في التشست اكس راي في اللاترال. يعني الانتيور ميدي، انا عندي في سلوبنج، اللنج مكمله بوستيريور اعلى من انتيريور، فلكن هنا الانتيريور كده اللنج منتهيه هنا، خلاص، او الميدياستينم منتهي هنا، منتهي تحت الكلافيكل، لكن هو مكمل ورا فوق بوستيريور هنا فمعدي فوق الليفل بتاع الكلافيكل، ده الليفل بتاع الكلافيكل اهو، هو مكمل فوق. ماشي، يبقى احنا عندنا الماس
اللي هي خلصت عند حدود الكلافيكل دي انتيرور ميدياستينال ماس. الماس اللي ما احترمتش الكلافيكل ودي بنسميها بوزيتيف سيرفايكو ثوراسيك سايد. الماس اللي ما احترمتش الكلافيكل وطلعت فوقه ده اسمها نيجاتيف ساين او بتبقى في البوستير ميدياستين. زي اللي انت شايفها دي ادي فيه وايدنينج في الميدياستين بماس ليجن جه لغايه الرب ووقف. لما جينا عملنا لاترال طلع في الانتيور ميدياستين. دي ماس ثانيه ما احترمتش الرب ما احترمتش الكلافيكل قصدي فطلعت لفوق. جينا نعمل لها اللاترال لقيناها في البوستيرور ميدياستين ودي اسمها نيجاتيف ساين ودي اسمها بوزيتيف ساين. الحاجه اللي في النص دي الحاجه اللي فوق يا جماعه، يعني لو الماس فوق انت دور على الساين دي لو هي فوق في التشست يعني. لو هي في النص زي دي في حاجه اسمها هايلم اوفرلي ساين. انت عارف ان البالمونري فيسلز جاي جنب الهارت هنا. لو انت عندك جات ماس وبقت انتيرور للبالمونري فيسلز يعني في الانتيرور ميدياستاين انت هتشوف البالمونري فيسلز دول من خلال الماس نفسها خلاص، وده اللي اسمه هايلم اوفرلاي ساين. يعني الماس دي اوفرلاينج ذا هايلم والهايلم ده هو اللي فيه البالمونري فيسلز، لكن انا ستيل قادر اشوف البالمونري فيسلز دي من خلال الماس. معنى كده ان الماس دي ايه؟ انتيرور ميدياستاين الماس. ادي البالمونري فيسلز اهو وادي الماس ليجن، ده اسمه هايلم اوفرلاي ساين، يعني دي ذيس از ان انتيرور ميدياستينال ماس. كل ده طبعا يا جماعه في البي اي، لكن انا في اللاترال بقدر اميز الكلام ده بمنتهى البساطه. طيب ده لو هي في النص. لو هي تحت في حاجه اسمها سوراكو ابدومينال ساين، ما هو دي الابدومين وده السوركس. لو فيه ماس انت قادر يعني ما خلصتش عند الكوبلا الدايفراجماتيك كوبلا وقادر تشوفها مكمله لتحت زي دي كده، اعرف انها بوستيريور، لان انا عندي البوستيور لانج البوستيور اسبكت بتاع اللانج نازل تحت اكتر من الانتيريور. الانتيريور خلصت فوق يعني مش حدود اللانج يا جماعه هو الدايفراجماتيك كوبلا اللي انت شايفها، لا ده في جزء من اللانج بوستيريور مكمل ورا هنا. فلو الماس دي موجوده في كحاجه بوستيريور هتلاقيها مكمله تحت الدافرام زي دي كده خلاص، انت قادر تشوف حدودها تاني وتكملها ومكمله تحت الايه الرايت دافراجماتيك كوبلا وفعلا طلعت ايه بوستيريور. طيب الحاجات اللي في الميد لاين بقى، يبقى لو فوق هنقول كذا، لو في النص كذا، لو تحت هنقول كذا. الحاجات اللي في الميد لاين في حاجه اسمها بارا تراكيال سترايب، يعني التراكيه دي جنبها الهواء بتاع اللنج، والتراكيه دي الوول بتاعها ده سوفت تيشو، فانت قادر تعمل دي لاينيشن او ديماركيشن بين الوول بتاع التراكيه وبين الهواء اللي جنبها. لما يجي حاجه في المنطقه دي تعرف تقدر تقول حصل اوبليتريشن للبارا تراكيال سترايب، والحاجه اللي بتقفل هنا يا اما لينف نودز يا اما يحصل ريتروسترنال اكستنشن للجويتر ينزل من فوق ويعمل لك الايه الحكايه دي زي دي كده. فين الاسترايب اللي هنا؟ مفيش، فيه بتاع ماسه هيت وهي اللي عملت الحكايه دي ايه لينف نود. طيب البارا الخط الثاني اللي في الميد لاين، يبقى قلنا بارا تراكيه، الخط الثاني اللي هو البارا سباينال لاين، وخلي بالك من ده مهم جدا، لان ده لما انت تشوف اللانج كويسه والفيلم قدامك كويس وحد حاطط لك بوستيريور ميدياستينال ماس ومدارك وخصوصا دي موجوده في الحته بتاعت الايه الريترو كاردياك ريجن. الانتيور ميدياستاينم معظم الماس بتاعته مالجننت حوالي 60%. طيب اعمل شير تاني. حاضر.
الجماعة اللي بيتابعونا يا جماعة، معلش أنا آسف جدا والله، لكن أنا مجبر إن أنا أعمل المحاضرة بهذا الشكل. أنا بس عشان الجماعة اللي داخلين امتحان ماجستير ولسه يعني ناقص لهم حاجات يعملوا لها ريفيجن وحاجات بهذا الشكل، فأنا مضطر إن أنا أعمل كده يعني غصب عني والله، لكن أنا يعني مش حابب كده، مش حابب أزهق الناس اللي موجودة بالشكل ده كده يعني. ده يا جماعة، ده يا شباب اللي هو اللي تبقى انت عارف ان يعني انت لما تشوف ماس في الانتيور ميدياستينم او في الميدل او في البوستيرور، ايه البروجنوزس الكويس بتاعها؟ اللي في الانتيور ميدياستينم اوحش حاجه، لان معظمهم مالجننت عشان في سايموما، دي اللي هي الموست كومن ودي غالبا بتبقى مالجننت. اللي في البوستيرور ميدياستينم الموست كومن نيوروجينيك تيومر، ودول بيبقوا معظمهم بيناين. اللي في الميدل ميدياستينم معظمهم الليمفوما، وطبعا هو ده اللي برضو اللي ايه اللي عامل النسبه ال 29% او ال 30% دي. ده طبعا الانتيور ميدياستينال ماسز. تبقى انت عارف ان السايموما هي الموست كومن في الادلت، وتبقى عارف ان رقم اتنين الليمفوما، وفي الاطفال الصغيرين تبقى انت عارف ان الليمفوما هي الموست كومن. دي طبعا صور السايموما، دي طبعا بتبقى يونيلاترال بيري فاسكولار وماس ليجن يعني بماليجننت فيتشر زي ما انت شايف كده. من الحاجات بتاع الانتيور ميدياستينال ماس الحاجات اللي بتطلع من السايمس زي ما الدكتوره عزه تفضلت وقالت، لما انت تلاقي السايمس انلارجد ومش عارف ايه، ما تعملش اكسجريشن للموقف، لان ده ممكن يبقى حصل يعني هايبربليزيا في السايمس نتيجه دراجز، نتيجه خد استرويدز، خد انفكشن، مش عارف ايه، فادفايس فولو اب في الحاجات اللي زي كده. الليمفوما ده الشكل بتاعها يا جماعه، خلاص الشكل بتاعها اللي انتوا حافظينه، بتبقى لارج ماسز وتخينه على الفاضي، يعني ما تعملش حاجه، تحترم الفاسكولار استراكشرز اللي حواليها، ما تعملش حاجه، ممكن تعمل شويه بلورال افيوجن بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ده طبعا ما دام جبنا سيره الليمفوما نجيب سيره على طول اللي هو الايه البيت سي تي، وطبعا بيعمل انيشال ستيجنج ونعمل اسسمنت للريسبونس بتاع الكيمو ثيرابي والكلام ده كله. طيب من الحاجات بتاع الانتيور ميدياستينال ماسز التراتوما، وطبعا الحاجات اللي السيمينوما والكلام ده دول مش أنا، لكن التراتوما ليها كاركترستيك فيتشر زي ما انت بتشوفها في اي مكان، برضه تشوف في الانتيور ميدياستينم يبقى فيها فاتي كومبوننت، يبقى فيها كالسيكيشن، وبيبقى فيها سوفت تيشو كومبوننت زي الايه المنظر اللي انت شايفه ده. طيب خلي بالك بس التراتوما ما تاخدهاش ان هي حاجه بناين كده وخلاص، لا التراتوما فيه نوع اماتيور، وفي اللي هو كاحد السب ديفيجنز بتاع المالجنت تراتوما، فلما تشوف تراتوما علق بقى على الحاجات الباقي، هي عامله انفيجن للميدياستينال استراكشر زي دي كده خلاص، يعني التفاصيل بتاعتها السوفت تيشو اللي فيها اخباره ايه؟ يعني هل السوفت تيشو كومبوننت ده الفاتي كومبوننت اللي فيها، كل ده سوفت تيشو. لما انت تلاقي السوفت تيشو كومبوننت اكتر من الفاتي كومبوننت وتلاقيها عامله انفيجن، دي اماتيور تراتوما. خلاص البناين تراتوما تلاقي الفاتي كومبوننت اللي فيها هو اللي بريدومينيت الايه الكونتنت بتاعتها. من الانتيور ميدياستينال ماسز ثلاثه ماسز بيجوا في الكارديوفرينيك انجل، دي اللي هي الكارديوفرينيك انجل اللي بين الهارت وبين الدافرام. رقم واحد البلورو بريكارديال سيست، وده مكانها هو في السي تي يا جماعه، ده الهارت والدافرام طبعا هنا كده، ده الجزء بتاعه خلاص، ده البلورو بريكارديال سيست عشان فيها فلويد. تاني حاجة اللي هو الايه البريكارديال فات بات، شايفين باينة فينت ازاي؟ عشان دي فات خلاص، ده برضو في الرايت كارديوفرينيك انجل اهو، طلعت فات لما احنا عملنا السي تي. الحاجة التالتة اللي هو الهيرنيا، المرجاجني هيرنيا، مرجاجني هيرنيا، ولو لقيت انت شوية باول لوبس فيها بالمنظر ده كده، برضو تشك ان فيها هيرنيا وتطلع هيرنيا اهي، وده السايت بتاعها. دي اللي هي الكومن انتيرور ميدياستينال ماس. الميدل ميدياستينال ماس، واحنا هنقول
يعني تجميعة بسيطة ليهم في الآخر كده يا جماعة، برضو يعني تبقى أنت تسهل لك تعرف كل واحدة فيهم. الميدل ميديستينال ماسز طبعا أهمهم الليمفوما، ده طبعا الليمف نودز والكلام ده اللي احنا حافظينه كله بتاع الفيتشرز بتاع الليمفوما. البوستيور ميديستينال ماسز رقم واحد النيوروجينيك تيومرز، ورقم اتنين الحاجات اللي تاخد بالك منها الانفكشن والباراسباينال سوفت تيشو وحاجات زي كده، دي الحاجات اللي هي الايه الاساسيه. تاخد بالك من البوستيور ميدياستاينال ماسز، من الباراتراكي الباراسباينال سترايب اللي قلت لك عليه اهو، دي طلعت في النهايه نيوروجينيك تيومر. لو انت ما بتبصش على اللاين ده مش هتاخد بالك منها، وتلاقي واحد في الامتحان حاطط لك الفيلم ده ومصدره لك وانت عمال تدور يمين وشمال ومش عارف ايه، وانت مش قادر تبص على الريترو كاردياك ريجون اللي احنا بنحذرك منها وبنقول لك دايما بص على البارا سباينال سترايب. النيوروجينيك تيومرز طبعا كلنا حافظينها، يعني ساعات بتعمل دامب الكونفيجريشن، يعني ليها جزء انترا سباينال وجزء تاني بارا فيرتبرال بالمنظر اللي انت شايفه ده. مش محتاج ان احنا نقول لك ان احنا لسه قايلين لك من شويه، لما تلاقي ماس طلعت فوق الكلافيك الفوق اعرف انها بوستيريور في البوستيريور ميدياستاينم وغالبا نيوروجينيك تيومر. لما انت تشك ان في بوستيريور ميدياستاينال ماس اتس بيتر تعمل رنين، ما تعملش سي تي. الحاجه الثانيه اعمل لها سي تي الانتيرو والميدل ميدياستاينم، عشان هنا انت عايز تعرف الديتيلز بتاع النيوروجينيك تيومرز. ماشي، الماس اللي انت شايفها دي انت سسبكتنج من البرين ان هي غالبا هتطلع نيوروجينيك تيومر، فالسي تي مش هيفيدك قوي هنا، الرنين هو اللي هيديك الديتيلز اللي انت عايزها، الا اذا انت شايف ان دي بوكدالك هيرنيا وفيها باول لوبز وحاجات زي كده، ده قصه ثانيه. لكن سوفت شو ماس بالمنظر ده كده لا، خليه يمشي في سكه الرنين احسن. اهو دي هيرنيا مثلا، هي يا شباب خلاص دي بوكدالك هيرنيا، ماشي ممكن انت تعمل لها هيريا، ممكن تعمل لها سي تي، لكن رنين يعني في الحاجات الثانيه. ادي برضو ماس ليجن اهوت، ده طبعا انفكشن والعظمه هنا متاكله وهكذا، ده طبعا في البوستير ميدياستاينم يا شباب، ما دام طلعت وعدت وما احترمتش الكلافيكل ده موجوده في البوستير ميدياستاينم. هنقول بقى شوية كلوز كده، لما انت تبص على البلين اكس راي وتلاقي في بايلاترال ميدياستاينال ماسز مبقلظة من ناحيتين، غالبا دي لمفوما، ماشي الباقيين كلهم يجوا يونيلاترال زي ما انت شايف كده، لان دول لمف نود اللارج لمف نود. لما تلاقي ماس ليجن فيها فات كونتنت رقم واحد هندور على التراتوما، السايموليبوما، البريكارديا الفات، ده طبعا مكان اللي هو الهارت والبلاد فيسلز اللي حواليه. يعني انت لما تلاقي حاجه في الجزء ده كده يا جماعه ده انتيرور ميدياستاينم، البوستيرور ميدياستاينم هنا كده، ماشي. طيب لما تلاقي كالسيفيكيشن، السايموما من الحاجات اللي بيحصل فيها كالسيفيكيشن، وطبعا التراتوما سهله قوي نشخصها لو في كالسيفيكيشن فور بتاع انيوريزم. يعني دي شويه كلوز تعرفك الميدياستاين الماسز. يعني الكارديوفرينيك انجل اللي قلناها اللي هي دي، دول الثلاث احتمالات اللي احنا لسه قايلينهم من شويه. لما تلاقي التراكيه اتزقت ناحيه خلاص، ده الحاجه الريتروسترنال جويتر، ده انتيور ميدياستاين الماس هي اللي تزق التراكيه على ناحيه بالمنظر ده كده، وتبقى جايه مكمله من النك من فوق اهو، زق التراكيه هنا على الناحيه الشمال. ادي لما انت تلاقي ماس ليجن ليها علاقه بفاسكولا، انا عارف ان ده الاورطه والحاجه دي انسيبرابل من الاورطه، يبقى غالبا ده ثوراسيك اورتيك انيوريزم. اهو ده صوره زي كده يا جماعه، دي غالبا ايه؟ غالبا لمفوما، ما دام انت شايف بايلاترال ميدياستاينال ماسز مبقلظه من ناحيتين كده، يبقى دي غالبا ايه؟ لمفوما. لما تشوف ماس في الكارديوفرينيك انجل ايه الاحتمالات بتاعتها؟ لو انت لقيت البياض بتاعها زي الهارت كده اعرف ان اللي فيها فلويد، يبقى ده بريكارديال فات باد. لو لقيت البياض ده اقل من الهارت وحاجه فينت كده اعرف ان ده فات خلاص، يبقى ده بريكارديال فات باد. الثانيه بلورو بريكارديال سيستا اقصد، يعني
لو انت لقيت البياض ده زي يعني ده فيه فلويد وده فلويد، يبقى ده بلورو بريكارديال سيست. لقيته فينت حاجه سودة شويه كده، يبقى ده غالبا فات بريكارديال سيست. لقيت فيه حاجه من جوه، يبقى ده غالبا هيرني. ماشي، من قبل ما تعمل اي حاجه. الفوكال لانج ليجنز دول الاحتمالات بتاعتهم، يا تبقى نديول يا تبقى ماس يا تبقى كافيتي يا تبقى باتش. احنا بيهمنا دول الحاجات السوليتري نديول دي يا جماعه. رقم واحد تحط البرونكوجينيك كارسينوما، وبعدين الديبوزيتس والتيبركلوما والهامرتوما والاي في ام، كل الحاجات اللي انتوا حافظينها قبل كده. انا يهمني ان انت يعني انت ماشي عندك برونكوجينيك كارسينوما وعندك حاجات تانية كلها بناين. طيب هي الماس اللي احنا شايفينها دي بناين ولا مالجنانت؟ الفيتشر الأساسية في الأشعة هي وجود الكالسيفيكيشن. وجود الكالسيفيكيشن ده رقم واحد يخليك تقول تمشي في سكة البناين. رقم اتنين الدبلينج تايم، ان انت تعمل لها فولو اب وتشوف يعني عملت لقيت ماس فيها كالسيفيكيشن غالبا دي بناين. طيب ما فيش فيها كالسيفيكيشن اعمل لها فولو اب. لقيتها في الفولو اب بتكبر زي ما هنقول دلوقتي، يبقى دي غالبا حاجه مالجنت. لقينا قعدت اعمل لها فولو اب لمده سنتين وهي ثابته، دي شور بناين. الحاجات الاخرى اللي هو المارجن بتاعها خلاص دي سموث دي الريجلر، ورابع حاجه اللي هو الايه السايز. طبعا المالجنت ماسز مين اللي بتبقى ايه كبير، يبقى الكالسيفيكيشن مع البناين خلاص. الجروس ريت لما تبقى ستيبل لمده سنتين وانت بتعمل لها فولو اب دي بناين خلاص. المالجنت هيحصل لها دبلنج للسايز بتاعها في خلال 6 شهور لايه ل 16 شهر. ماشي، ادي تاني حاجه. طبعا المارجن هنا هتبقى سبيكيوليتد مارجن او ريجولار مارجن في المالجنت، وفي التاني هتبقى سموث. السايز معظم او يعني الحاجات اللي هي اكتر من 80% من الليجنز الماسز الكبيره يعني غالبا ايه مالجنت. دول الحاجات اللي انت بتتابع بيهم او اللي انت بتاسس بيهم الايه السوليتري نديول. يعني بيبقى احنا كل السؤال الاساسي اللي احنا عايزين نجاوب عليه this is a benign nodule or a malignant nodule، وانت عارف ان نديول يعني حجمها اقل من 3 سم. ادي مثال الهامرتوما. الحاجه اللي بتميز الهامرتوما وجود البوب كورن كالسيفيكيشنز اللي موجود ده، والحاجه المهمه بقى اللي هي الدايجنوستيك ليها ان انت تلاقي فيه ديفرنت تيشوز موجوده فيها، وخصوصا الفات كومبوننت. لو لقيت فات زي الحته السوداء اللي جوه دي خلاص ذيس از ايه هامرتوما. التيوبركلوما دايما موجوده في الابر لوب، وبيبقى فيها بوب كورن كالسيفيكيشن، وبيبقى معاها اذر فيتشرز بتاعت الايه التي بي. البرونكوجينيك كارسينوما المارجن بتاعها بتبقى سبيكيوليتد زي ما انت شايف كده. طبعا يعني دي الحاجات اللي احنا هنشوفها. الاسبرجيلوما او الفانجس انفكشن ده انترا كافيتري ماس، وليها كريسنت ساين بينها وبين الوول بتاع الكافيتي بتاع اير كده حواليها، ده اللي هو الايه الفانجس بول اللي جوه. ودي دايما برضو يا جماعه بتبقى موجوده في الابر لوب، لان هي بتيجي اون توب اوف اولد بالمونري تي بي غالبا يعني. طيب الاي في ام، الاي في ام الحاجه اللي تميزها ان انت تلاقي خرطوم رايح لها وخرطوم راجع منها. ده كورد لايك ستراكشر، ده فيدنج ارتري ودريننج فين اللي انت شايفهم دول رايحين ناحيه الهايلم او من النديول يعني. المالتيبل نديولز رقم واحد الديبوزيتس. ماشي، ولما حد يجي يسالك يعني احنا مره بنسال السؤال ده بمنتهى البساطه كده، يعني واحد قال الديبوزيت دي مثلا رقم خمسه، يعني لما انت تيجي تتكلم في الاشعه، واحنا قلنا الكلام ده 100 مره قبل كده، ناخد بالنا ان احنا نرتب الكلام بتاعنا على حسب الاهميه بتاعته وايه الحاجه الموست كومن نقولها في الاول. فايه الموست كومن مالتيبل بالمونري نديولز؟ هي الميتاستاسيس. بعدين تقول الحاجات الثانيه بقى الابسيسز الاي في ام الكلام ده كله اللي احنا ايه عارفينه. طيب
لانج ماس يعني اكتر من 3 سم. لما تلاقي لانج ماس عندك يبقى رقم واحد البرونكوجينيك كارسينوما. ما احنا لسه قايلين من شويه ان السايز كل ما يكبر معانا كل ما يخلينا عندنا سسبيشال مالجنس. رقم اتنين انها تكون ميتاستاسيس والهايداتد سيست. ما تنساش الهايداتد سيست، هو والبرونكوجينيك كارسينوما هم دول التو مين ديفرنشيتنج فيتشرز للسوليتري ميدياستينال بالمونري ماس او لانج ماس اكتر من ايه من 3 سم في الاطفال الميتاستاسيس والايه والنيوروبلاستوما. طيب لما انت تلاقي لانج ماس خلاص عرفنا بقى، هتدور على الكالسيفيكيشن تشوف ال 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 الكلام ده في الايمجنج، يعني تشوف الدنسيتي، تشوف المارجن معاها لينف نودز ولا لا، عامله في انفيجن للحاجات الاستراكشرز اللي جنبها ولا لا. ادي المالتيبل ميتاستاسيس يا شباب، لما انت تلاقي شويه حاجات قور زي ما انت شايف كده وانت ايه عايز تقول دي، اول حاجه اسال في برايمري ولا لا، ثاني حاجه شوف جوه الصوره اللي قدامك دي هم عاملين انفيجن فيه معاهم لينف نودز ولا لا، ثالث حاجه شوف في الصور اللي عندك لو انت عامل سي تي او بتعمل الترا ساوند او اي حاجه شوف في فوكال ليجنز في اذر سايتس ولا لا. كل الكلام ده يسبورت الدايجنوزس بتاع الايه الميتاستاسيس. الحاجه الثانيه الهايداتد اللي احنا قلنا عليها، وطبعا احنا قلنا لما يحصل رابشر الهايداتد تلاقيها ويفي كده لان بتاع البريسيست ده اللي فرقع ده بيبقى عايم جوه اللي هو المنظر اللي انتم عارفينه الووتر ليلي سايت. اللان كافيتيز احنا كل ده بنتكلم في الـ في الـ في اللانج البالمونري نيديولز الفوكال لانج ليجنز يا جماعه. الكافيتيز ممكن تكون نتيجه تي بي رقم واحد، يعني لما حد يقول لك ايه اسباب اللان كافيتيز سعادتك تقعد تقول بقى مش عارف ايه ده، في سيست وفي مش عارف وناس التي بي خلاص. الانفيزيما اللانج ابسيسز كل الكلام ده، الاسبرجيلوما النيوماتوسيل. طيب هنبص لايه بقى لما انت تشوف كافيتي، تشوف الوول سيكنس ده رقم واحد، الريجولاريتي هل هو ريجولار ولا الريجولار، الحاجه اللي فيه ده هواء ولا فلويد ولا سوفت شو ولا ايه بالظبط، هو موجود فين عدده، كل الكلام ده كل دي هي الفيتشرز اللي هي الهيلبفول فيتشرز اللي هيخليك توصل لدياجنوستس. لما تلاقي سوليتري لانج كافيتي رقم واحد التي بي خلاص، اللوكيشن بتاعه تلاقيه الريجولار وول، تلاقيه في اذر اسوشيتد فيتشر بالبوناري فايبروزس وغيره. الانفيزيما هتلاقي فيتشرز بتاع الانفيزيما. اللنج ابسس هتلاقي الوول ريجولار وتلاقي لو عامله فلويد ليفل هتلاقيه ستريت غير الفلويد ليفل بتاع الهايداتد اللي هو هتلاقيه ويفي خلاص. الاسبرجيلوما هتلاقي الانترا كافيتري ماس دي ممكن تبقى موفابل، لو انت عملت تشيست لاترال ديكيوبتس العين ده هتلاقيها بتتحرك. النيوماتوسيل دي في الاطفال الصغيرين اللي جالهم ستاف انفكشن وانت شفت نيومونيا وبعد كده بتعمل له فول اب لقيت فيه كافيتي موجوده. البرونكوجينيك كارسينوما دي رير ان هي تبقى كافيتيتنج. ده لانج ابسس اهو يا جماعه خلاص، ادي الوول بتاعه سيك وريجيلر والفلويد ليفل بتاعه ستريت غير اللي هو بتاعه الايه الهايداتد. ده الهايداتد اهو. لا ده لانج ابسس برضه يا جماعه خلاص، الهايداتد اللي انا وريته لكم من شويه. ده طبعا الانفيزيمتاس بولي، ده النيوماتوسيل اللي انت كنت شايفه من اسبوعين شايف كونسوليديشن وعمال بتعمل له فولو اب وفجاه لقيته عمل كافيتي خلاص. دي اللي هو النيوماتوسيل اللي بنشوفها دايما في الاطفال. اللان كافيتيز اللي هو اللان كانسر اهو، ده من احد الحاجات يعني هتلاقي فيه سوفت شو كومبوننت، هتلاقي الوول بتاعه سيك وايرريجولار وياخد صبغه لو انت حقنته صبغه في الايه في السي تي. دي اسباب المالتيبل كافيتيز برضه، تي بي الميتاستاسيس السيبتيك امبولاي الفاسكولايز. ده اللي هو الفيجنرز من الحاجات برضه الكومن اللي تعمل مالتيبل كافيتيز. ده اللي هو لما تلاقي زي الفانجاس بول مايسيتوما
تلاقي حاجه جوه كافيتي، دي ممكن تكون اللي هو الاسبرجيلوما، ممكن تبقى تيومر، ممكن تبقى هيداتد، وممكن تبقى بلاد كلوت. دي الاحتمالات بتاعتي. اخر حاجه في الفوكال لانج ليجنز اللي هو الباتشز، والباتشز احنا نقصد بيها حاجتين، يا اما النيومونيا اللي انت شايفها التيبيكال اللي انت شايفها دي، يا اما البالمونري انفاركشن اللي انت بتشوفه بريفرال اللي بيبقى اسوشيد مع حالات البالمونري امبوليزم. الحاجه اللي بعد كده اللي عايزين نتكلم على حاجات بس برضو هنس فيها كده، اللانج كانسر تاخد بالك ان في الهيستولوجي بتاعه في سمول سيل، دول 20%، والموست كومن اللي هم النون سمول سيل اللي هم البروجنوزس بتاعهم كويس، والنون سمول سيل دول فيهم سكوامس وفيهم ادينو كارسينوما، فيه لارج سيل كارسينوما. السكوامس كارسينوما اللي دول بيبقوا سنترال ويبقى فيهم كافيتيشن. الادينو كارسينوما دول بيبقوا بريفرال، تاخد بالك ان الادينو كارسينوما دول يعني معظم النون سمول سيل بيبقوا ادينو كارسينوما، وعشان كده البروجنوزس بتاعهم كويس وبيبقوا بريفرال. وانت لما انت تشوفهم يعني معنى كده ايه، لما انت تشوف بريفرال نديول وشكلها لان كانسر يبقى دي غالبا ادينو كارسينوما، فالبروجنوزس بتاعها كويس. اللارج سيل دي بتبقى هايلي اجريسيف وتبقى سنترال، يعني احنا لما نشوف سنترال برونكوجينيك كارسينوما تعمل لنا نقلق اكتر من ان هي تبقى بريفرال، لان السنترال دول غالبا هيطلعوا سمول سيل. السمول سيل برضه هم بيبقوا سنترال، السمول سيل اللي هم الهايلي مالجنت والبروجنوزس بتاعهم فيري باد. ماشي، طيب ده بريفرال لان كانسر اهو يا جماعه، او نديول يعني، ده سنترال. ودي الحاجه اللي انا كنت بقول لكم عليها، اوعى تنسى الهايلم، لو لقيت اي سسبشن فيه يعني الهايلر شادو ما هماش قد بعض، يعمل سي تي على طول. خلاص الدنسيتي بتاعتهم مختلفه، خليه يعمل سي تي، لما يطلع نيجاتيف احسن ما يبقى عنده مشكله وانت يعني الحاجه دي تعدى عليك. اللان كانسر ممكن تبان كنيديول اقل من 3 سنتي، ممكن تبان كماس زي ما انت شايف كده، ممكن تبان ك يعني سنترال ماس وعامله برونكيال اوبستراكشن، ممكن تبقى كافيتيتنج ماس ويبقى تبقى ريجولار ويبقى حواليها سترانس، وممكن الوول بتاعها ياخد صبغه. السي تي طبعا هيبين لك الديتيلز بتاع الكلام ده كله، ويقول لك المارجن بتاعها، ويقول لك معاها الليمفينودز ولا لا، ويقول لك في حاجه في الليفر ولا لا، والكلام ده كله زي ما انت شايف كده. ادي المارجن بتاع سبيكيوليتد مارجن، خلاص عرفت ان دي ايه كارسينوما. دي طبعا سنترال برونكوجينيك كارسينوما، هنا الرايت هايلم هنا اكبر من الليفت هايلم، وده اللي يخليك ده انديكيشن للسي تي. ماشي يا شباب، ده طبعا مهمه جدا. دي طبعا الكافيتيتنج لان كارسينوما، ده طبعا الوول بتاعها الريجولر وفي سوفت شو كومبوننت، ولو حقنتها صبغه تاخد صبغه. ممكن تعمل انفيجن للتشيست وول. دي الحاجات اللي لما تشك ان في لان كانسر تعلق عليها مكانها، السايز، المارجن، الكالسيفيكيشن، الانفيجن، الابدومن فيها حاجه ولا لا. ده طبعا الانفيزيما، يعني انا بس عايز اقول كلمه واحده فيها، الهايبر انفليشن مش معناها انفيزيما. هايبر انفليشن ممكن تشوفها في حالات الاكيوت ازمه، والهايبر انفليشن احنا عارفين الفيتشرز بتاعتها كلها. لكن انت ما تقولش كلمه الازمه دي، يعني قول ان ده كرونيك اوبستراكتيف اير واي ديزيز، اللي هي ممكن تكون احد اسبابها اللي هو الاكيوت برونكيال ازمه، ممكن تكون هي اللي عامله الهايبر انفليشن اللي قدامك ده. فخليك حريص بس، يعني ما نقولش الانفيزيما الا لو انت شفت الهايبر انفليشن معاها الانفيزيمتا سبولي زي اللي انت شايفها دي في البلينكس راي، او طبعا في السي تي بتشوف انت بقى طبعا الفيتشرز بتاع الانفيزيما، الحتت اللي هي ديستراكتد والهاي والاتينويشن بتاعها قليل جدا، والوول بتاع الاير سبيسز كلها ديستراكتد، وطبعا بلس الهايبر انفليشن اللي انت شايفه ده.
ده الدكتورة عزة تفضلت واتكلمت على الانترستيشيال اديما. اخر حاجة هتكلم عليها اللي هو لما انت تلاقي فيه بالمونري فايبروزس في الابر لوب، فكر في الاثنين اس دول اللي هم الساركويدوزس والسيليكوزس، وفيه الايديوباثيك بالمونري فايبروزس. في اللور لوبس الاسبستوزس، نخلي بالنا ان ده مكانه في اللور لوبس، وبرضو اللي هو الايديوباثيك بالمونري فايبروزس. اول واحد فيهم اللي هو الساركويدوزس، كلنا عارفين دور البلين اكس راي والستيجنج بتاعه في البلين اكس راي. تاخد بالك ان هو البلين اكس راي بس بيشخص لك ستيج 1 وستيج 2 اللي فيها هايلر ليمف نودز او ميدياستاينال ليمف نودز. ستيج 3 و4 اللي فيها بقى بارنكايمال تشينجز او فيها ليمف نودز على استحياء ومينلي بارنكايمال تشينجز، البلين اكس راي مش هيشخص القصه دي. امال ايه اللي هيفيد؟ اللي هيفيد السي تي. فانت عندك لو انت لقيت الساركويدوزس، يعني في كلينيكال سسبشن ساركويدوزس، وطلع عندك في البلينكس راي في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ طلعت ستيج 1 او ستيج 2، نو نيد ان انت تعمل سي تي. تعمل سي تي لما انت تلاقي اتيبيكال فيه كلينيكال فيتشرز والراديولوجي مش طالع، مش ما انت شايف الدايجنوستيك فيتشرز بتاع الليمف نودز والكلام ده. نورمال تشيست وفي كلينيكال او في بارمونري كومبليكيشنز. الحاجات بتاع السي تي اللي هي بتبان في الساركويدوز، احنا عارفين ان ده كل ده جرانيولومتاز ديزيز، بيبقى فيه نوديولز تتجمع مع بعضها وبعد كده تدينا حاجه اسمها ساركويد جالاكسي اللي انت شايفه ده. ده سنترال حصل يعني اجريجيشن لمالتيبل نوديولز، وبعدين طلع منها اللي هم الساتلايت نديولز الصغيرة دي الفيتشرز بتاعتها اللي بتبان في الاي في السي تي يا جماعة، يعني من الحاجات بتاعتها. يعني ساركويد كلاستر النديول دي لسه ما مسكتش في بعضها، اللي انت شايفها دي الحاجات الصغيرة دي كلها لسه ما حصلهاش اجريجيشن، فانت شايف المايكرو نديولز دي مع بعض. في حاجة اسمها ريفيرس هالو ساين، يعني تلاقي زي جراوند جلاس كده وتلاقي المارجن بتاعه يعني مور دنس شويه، يعني يديك كمان سسبشن لحالات الكوفيد اللي احنا كنا بنتكلم عليها شويه. اخر حاجه وده اللي احنا خلانا نفتح الموضوع، ان احنا بيحصل في الاخر خالص بالمونري فايبروزس بيبقى موجود في الابر لوبس مينلي في حالات الايه الساركويدوزس. الحاجة الثانية اللي هي بتعمل upper loop pulmonary fibrosis اللي هو النيوموكونيوزس، مجموعة النيوموكونيوزس، بس السيليكوزس هو الأساس فيهم، الأسبستوزس بيعمل تحت. السيليكوزس ده طبعا الحاجة الكاركترستيك فيه بيبقى فيه كالسيكيشن في الليمف نودز، دي الحاجة الكاركترستيك ليه أهو ماشي، الإكشيل كالسيكيشن بتاع الليمف نودز، وبينتهي في النهايه خالص باللي هو البروجريسيف ماسيف فايبروزس. في الابر لوبس تلاقي فيه فايبروزس في باتشز، وهما الاثنين تقريبا ايكوال، وبنسميها بروجريسيف ماسيف فايبروزس. من الحاجات اللي السهله تشخيصها، يعني لما بيبقى فيه هيستوري ان عيان يعني اتعرض للسيليكا والكلام ده يعني. اوكي طيب الاسبستوس يعني ايه مختلف شويه. الاسبستوس معظم التشينجز بتاعته بتبقى في البلوره، وبيعمل بلوره الكالسيفيكيشن اللي احنا شايفينها دي. طبعا دي الحاجه الكاركترستيك فيه اللي هو البلوره التشينج البلوره الكالسيفيكيشن. وما ننساش لما احنا بنعمل لاترال فيو ما بيبقاش فيه حاجات دايجنوستيك فيتشرز قوي زي البي اي في الاسبستوس. وفي النهايه خالص من الحاجات اللي هو بيعملها ان هو بيريسبوز في النهايه للماليجنانت ميزوسوليوم. وطبعا دي اللي هو الاند ستيج بتاعته، ان هو يعمل لور لوب بالمونري فايبروزس في الاخر خالص. احنا كده يعني حاولت بقدر الامكان الحاجات اللي هي الاساسيه بالنسبه للجماعه بتوع الماجستير نعدي عليها بسرعه كده. طبعا فيه يعني اذر ليكتشرز، بس يعني
مش كتيرة يعني. بس يا جماعة عشان يعني ايه، انا عارف ان فيه ناس منكم فيه وافدين كتير ما حضروش معانا الكوريكولم بتاعنا، والناس اللي موجودين هنا برضو ما احناش قادرين نبقى معاهم كونتاكت. ف يعني مجرد ان احنا يعني ان انا بحط نفسي في 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 السيشن اسبوع اعمل لكم ريفيجن لحاجات معينه سيستم معين، بس البسيطه دي بس ان انتوا تبقوا واخدين بالكم، حتى وانت بتذاكر ايه الحاجه المهمه لما تفتح حاجه وهكذا يعني. ان شاء الله الاسبوع اللي جاي يوم الخميس اللي جاي ان شاء الله هنبقى يبقى انا يعني هناخد سيشن كامل على الامشنج معانا دكتوره يسريه، وانا يعني شاكر جدا جدا لكل الاساتذه اللي معانا النهارده، استاذنا الفاضل ومع العميد دكتور انا اسف والله احنا طولنا، بس يعني بعتذر انا، فانا بعمل كده يعني مضطر يعني، معلش انا اسف جدا والله، انا عارف ان انا يعني طولت جدا جدا معاكم يعني. بشكرك جدا يا معالي العميد، وان شاء الله تشرفنا في محاضرات قادمه ان شاء الله. دكتور هاني بي صديقي العزيز واخويا الكبير، يعني معلش انا اذا كنت عطلتك النهارده. لا ده احنا يعني انا ما زهقتش من المحاضره بتاعتك خالص، انا ما عنديش ماجستير ولا حاجه وما زهقتش. انا مين مبسوط ان استفاد انا من شفت حضرتك والله يا دكتور هاني، وان شاء الله نلتقي قريب ان شاء الله. دكتورة عزة كتر ألف خيرك، يعني أنا شاكر جدا 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 لحضرتك، مبسوطة إن أنا شفت حضرتك كل حاجة. شكرا. وإن شاء الله يعني السيشن اللي جاي في هيبقى في التشيست برضه إن شاء الله، نبقى إحنا متجمعين يعني قريب إن شاء الله، ممكن مش الأسبوع اللي جاي، الأسبوع اللي بعده إن شاء الله. شكرا ليكم جميعا، وشكرا ثانك يو فور أول راديولوجيست، ثانك يو فور أول أور بروفيسور. We'll meet again next Saturday, inshallah, in another session for neuroimaging. Professor Dr. Talal Amer, Professor Dr. Rasha Shafi, Professor Dr. Fatim Fawzi, inshallah, and Professor Muhammad Al Adalani from Mansoura University. Inshallah, next Saturday. Thank you for all. Thanks for Mr. Shad Ibrahim. Thanks for Ibrahim Dallas. Thanks for Mr. Fatih Muhammad. Thank you for everyone supporting us. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum assalam.